في تعز طالب مئات المتظاهرين بعزل المحافظ ووكلاء في السلطة المحلية بالمحافظة. وعزل المتظاهرون في وقفة احتجاجية لهم المطالبة بتغيير قيادات في السلطة المحلية لتورطهم بقضايا فساد في المحافظة حسب قولهم. وبارك المتظاهرون قرارات المحكمة التجارية التي قضت بسجن مديرية الكهرباء والنقل، مطالبين بمحاكمة بقية الرافضين لقرارات التغيير، كما هددوا بتصعيد الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بمكافحة الفساد وعزل الفاسدين من مناصب الدولة في المحافظة. استمرينا في مسيرتنا لأكثر ما يقارب الشهرين الآن، فإحنا مطالبين ونطالب بإقالة جميع ملفات من لديهم ملفات فساد من مكاتب السلطة المحلية. تم إحالة اثنين من المدراء إلى السجن المركزي على ذمة رفض أوامر المحافظ، لكننا نريد بقية الملفات الموجودة في الشؤون القانونية في المحافظة تحويلها إلى نيابة الأموال العامة.